الأسطح راجل قط العامل في السد العالي إلى زوجته فاطمة أحمد عبد الغفار في جبلاية الفار. الجوهر المصونة والدرة المكنونة زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. أما بعد، لذا كنت هاوت كسوفي على التأخير والله ما كنت حخط بيدي حرف. سامحيني يا فاطمة في طولة الغيبة عليكم، وأنا خجلان خجلان، وأقول لك يا زوجتنا أنا خجلان منكم من هنا للصبح. شهرين دلوقت من يوم ما عنيك يا فاطمة بلت شباك القطر، لسوعت بدمعك ظهر يدي، لحظتها قلت لك قبل ما اوصل هتلاقي جوابي جاي، نهنهتي وقلتي لي بعتاب النبي عرفاك كذاب نساي وحتنسى اول ما حتنزل فسوان. ما عرفت ساعتها يا مرتي اضحك ولا ابكي، ما عرفت ساعتها اذا كنت بعوز القطر يوقف ولا يولي. حسيت بعينيك يا فاطمه بتقولي وتسكت وتقولي، حسيت واليد بتخطفها يد الجدعان، بالقلب في جوفي ما عارف ان كان بردان دفيان، والبت عزيزه والواد عيد جناديل في الجوف، زي ما بتضوي بتجيد، والقطر اتحرك وقليبي بيتنقل من يد الايد، اتدلدلت بوسط من الشباك، خدي بالك من الولد راعي عزيزه وعيد. والقطر صرخ ورمح لكأنه داس على بصة نار، ولقط الحس قريب قد ما كنت بعيد، قلبي معاك يا حراج هناك في صوان، ورميت نفسي وسط الجدعان وبكيت. وبلدنا اللي كنا بنمشيها في نص نهار كان القطر في لحظة فاتها بمشوار. سامحيني يا فاطمة على التأخير، ولو الورقة يا بت الخال تكفي لأعبيلك بحر النيل والله بكفي كلام. وختاما ليس ختام، ببعتلك ليكي والناس الجبلاية والبت عزيزة والواد عيد ألف سلام. زوجك لسط حراجي. ملحوظة، اكتبي على المظروف أسوان زوج الغ